أيضا ينضم إلينا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور عبد المنعم أرحب بك. يعني قراءة في كلمة رئيس مجلس الوزراء نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا كلمة مصر كلمة مهمة جدا أمام تجمع البريكس. العنوان الذي استخدمه الدكتور مصطفى مدبولي شراكة من أجل النمو المتسارع، كيف قرأت هذه الكلمة ومع التركيز على مفهوم الشراكة ما بين إفريقيا وما بين تجمع بريكس؟ أولا مساء الخير وأهلا بحضراتكم. أولا طبعا وجود مصر في ضمن هذا التحالف الاقتصادي الكبير، احنا بنتحدث عن تحالف اقتصادي يعني يمتلك 40% من احتياطي النقد العالمي، بيمتلك تلت حبوب العالم هو بيقوم بإنتاجها، أيضا 31.5% من حجم الاقتصاد العالمي هذا التحالف بيقوم بإنتاجه، يعني يفوق في قدراته المجموعة السبع الكبار. وبالتالي تواجد مصر ضمن هذا التحالف هو الهدف منه أن يكون هناك معدل نمو اقتصادي جيد، هناك أيضا جذب للاستثمارات الأجنبية وخاصة من الدول الأعضاء في داخل سياق هذا التحالف، لأن هذا التحالف قائم على أن يكون هناك تعاون اقتصادي وتبادل تجاري ما بين الدول الأعضاء اللي هم كانوا خمسة، والنهاردة احنا بإذن الله هنكون 11 دولة اعتبار من 1/1/2024. وبالتالي هيكون هناك إمكانية أن مصر تتبادل اقتصاديا مع هذه الدول، سواء كان بالعملات المحلية بدون رسوم جمركية، الحواجز الجمركية هيكون لها طبعا معادلة أو اتفاقية أخرى بين الدول الأعضاء، وبالتالي هيزيد من حجم الصادرات المصرية. ومن ثم كانت كلمة الدكتور مصطفى طول اليوم هي عن إمكانية أن تكون مصر ليس يعني فقط عضو، ولكن رقم مهم داخل المعادلة الاقتصادية لهذا التحالف، من خلال زيادة التعامل والتبادل التجاري، من خلال توفير إمكانيات مصر وتسخيرها لهذا التحالف بحيث يكون هناك منفعة متبادلة ما بين الدول الأعضاء بعضها البعض، وده هيكون ليه مكاسب اقتصادية. نحن أمام مكاسب اقتصادية عديدة ومتنوعة سوف تتحصل عليها مصر، سواء كانت من خلال زيادة التبادل التجاري، من خلال تشغيل المصانع، من خلال تشغيل زيادة معدلات التشغيل داخل الدولة المصرية. أيضا إن احنا هيكون تعاملنا بإذن الله خلال الفترة القادمة مع بنك التنمية الجديد، وده بنك بيقوم بتمويل المشروعات الخاصة بالبنية التحتية ومشروعات الاستثمارية سواء للجهات الحكومية أو للقطاع الخاص. بيقوم على فكرة معدل فائدة منخفض للغاية، ثم يقوم على إعادة الجدولة بشكل أفضل بشكل أيسر وبتعامل بشكل أفضل دون ضغوط وبدون أي اشتراطات من قبل الدول الأعضاء، وده مهم في حد ذاته. بالإضافة إلى جذب السياحة، نحن نتحدث عن دول جديدة دخلت هذا التحالف، ومن ثم يكون هناك إمكانية لجذب سياحة متعددة من أسواق جديدة زي السوق البرازيلي. يمكن مصر الأمريكا اللاتينية بعيدة عننا كسوق سياحي، ومن ثم نستطيع أن احنا خلال الفترة القادمة يكون هناك تفعيل لهذا الدور بشكل أفضل خاصة في هذا القطاع السياحي، وإعادة جديدة للهيكلة الاقتصادية للقطاع الاقتصادي المصري بحيث أنه هو يكون يتماشى مع الشكل الجديد، تقليل الطلب على الدولار لأن ممكن يكون هناك تعامد بالعملة المحلية مؤقتا لحين وجود عملة موحدة لأعضاء البريكس، ففي هناك العديد من الفوائد من المكاسب التي تحصل عليها مصر. ولكن لابد أن ننتبه لأمر هام جدا، وهو أن علينا خلال الفترة القادمة دراسة الدول الأعضاء دراسة جيدة، معرفة الميزان التجاري لكل دولة، حجم صادراتها، حجم وارداتها، ما هي الإمكانيات التي تستطيع الدولة المصرية أنها تدخل بإمكانية تصدير هذه البضائع كبديل لمنتجات أخرى هم بيتعاملوا بيها من الأسواق غير السوق المصري. أيضا إن احنا ممكن تتحول البوصلة الاقتصادية المصرية بدل ما أتعاون مع دول أو يكون هناك تبادل تجاري مع دول أخرى بالدولار، لا أنا ممكن أحول بعض المنتجات للدول الأعضاء وبالتالي تكون هناك منفعة، وده يتطلب جهد كبير من مكاتب التمثيل من السفارات المصرية والقناصل التجارية المصرية في هذه الدول لإعادة زيادة حجم المنفعة المتبادلة والتبادل التجاري ما بين مصر وما بين دول الأعضاء. ولا سيما أن احنا نقدر نقول أن ما تم اليوم هو شهادة ثقة للاقتصاد المصري أنه قادر، أنه قادم يستطيع أن يتجاوز كافة الأزمات الاقتصادية. لدينا من الإمكانيات هذا التحالف لو لم يكن هناك
ميزة نسبية في الدولة المصرية وبإمكانياتها وبوجود مزايا ومكاسب له لما كان ساعد أو وافق على ضم مصر ضمن هذا التحالف. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. قراءة معمقة في كلمة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة بريكس. دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أشكرك شكرا جزيلا.